بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أحبتي في الله أقسم بالله أقسم بالله لا تكون سعادة للإنسان إلا إذا تمسك بكتاب الله. إخواني في الله من الذي خلق هذا القلب؟ إنه الله تبارك وتعالى. فإن ربنا جل وعلا يعلم ما الذي يشقي هذا القلب ويعلم ما الذي يسعد هذا القلب. أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذي يسعد هذا القلب هو كلامه جل وعلا والإقبال على الطاعات وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أحبابي الله سبحانه وتعالى يقول في سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. يا غالي من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. والعبودية يا غالي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يا غالي هذه الكلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية فعلا والله قول بعمل. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عاش على القرآن وشاب على القرآن ومات على القرآن. تعلمون شيخ الإسلام مات على قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا غالي شيخ الإسلام ابن تيمية مات على هذه الآية
لأنه عاش على القرآن، لأنه وجد السعادة في كلام الله سبحانه وتعالى. فيا غالي أقبل على القرآن والله تجد السعادة. الله سبحانه وتعالى أوصى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتمسك بالقرآن، وهو أتقى الناس وأخشى الناس وأحب الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.